وزيرة الجيوش الأمريكية تعلن نية واشنطن توسيع اتفاقيتها العسكرية الأساسية بشكل أكبر في جنوب شرق آسيا لتكون أكثر انتشارا ومرونة على حد قولها، في خطوة تكشف عن الاستراتيجية العسكرية لواشنطن بعد انسحابها من أفغانستان، تهدف إلى وضع حد لتوسع التنين الصيني وإلى الدفاع عن أمن ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة. فما هي ملامح مخطط إعادة الانتشار العسكري الأمريكي في آسيا والشرق الأوسط؟ وإلى أي مدى يسهم إعلان وزيرة الجيوش الأمريكية في توضيح السياسة الخارجية للرئيس بايدن؟ ما الذي تنتظره واشنطن من دول جوار الصين؟ وأي استراتيجية لبكين في مواجهة تهديدات حصار عسكري محتمل؟ مشاهدينا السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج تقدير موقف، أصحابكم فيها أنا أمال عراب من الدوحة. نتناول بالنقاش إعادة انتشار القوات الأمريكية في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، نتحدث عن ملامح المخطط العسكري الأمريكي في أهدافه وانعكاساته واستراتيجية بكين للتصدي له. نرحب بداية بضيوفنا معنا في الاستوديو دكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا عبر الأقمار الاصطناعية من عمان، اللواء الدكتور الخبير العسكري والاستراتيجي فايز الدويري، ومن واشنطن عبر الإنترنت دوغ باندو الزميل الأول في معهد كيتو في واشنطن. قبل أن نشرع في تقدير الموقف مشاهدينا، دعونا نتابع هذا التقرير عن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بعد الانسحاب من أفغانستان. منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض بدأت إدارته في مراجعتها، هي استراتيجية جديدة تعيد ترتيب خارطة انتشار القوات الأمريكية خارج الحدود في الأعوام المقبلة. كشف عنها البنتاغون وحسم جدلها، يقول المسؤولون هناك إن الوضع باق على حاله إلى حين، لا تغيير في الانتشار العسكري الأمريكي بل هو تعزيز للمواقع. يتطابق ذلك مع تصريحات وزيرة الجيش الأمريكي كريستين وورث التي أكدت أن واشنطن ترغب توجيه وجودها العسكري بشكل أكبر نحو جنوب شرق آسيا، ما يمنحها مرونة أكبر في الانتشار. تتكتم الإدارة الأمريكية على تفاصيل وآليات خطتها، لكن المؤشرات تدل على أن واشنطن ستحافظ على قدراتها لردع التهديد الإيراني والجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، ولا تتردد في تحريك قواتها إذا ما تطلب الأمر. والواضح أن مخطط الانسحاب النهائي من أفغانستان تقابله إعادة توزيع هؤلاء الجنود باتجاه قواعد جديدة في أستراليا وشرق آسيا، عززتها واشنطن باستثمارات لتحديث قاعدتها البحرية في جزيرة غوام. فواشنطن تنظر بعين الريبة إلى ما تقوم به بكين من توسيع قدراتها النووية والتهديد باستخدامها ليس فقط ضد تايوان بل ضد اليابان أيضا. تعود الولايات المتحدة باستراتيجية سياسية وعسكرية جديدة تحيي تحالفات تقليدية وتطلق أخرى لتعزيز قوتها في المحيطين الهندي والهادي، تعول على حلفائها هناك لمواجهة الأخطبوط الصيني على حدوده. فكيف ستواجه بكين التحالفات الدولية وتشكلها العسكري الجديد حولها؟ هذا السؤال وأسئلة أخرى نحاول البناء عليها لتقدير الموقف. أهلا وسهلا بك دكتور إبراهيم مرة أخرى. بالنظر إلى السياقات التي سبقت الإعلان الأمريكي عن مسألة إعادة الانتشار، التصريحات، اللقاءات وغيرها، هل يعتبر هذا الإعلان المرحلة التنفيذية لتحالف أوكس أم أنه استراتيجية أبعد من مجرد الحد من مخاطر العلاقة بين الصين وواشنطن كما قال وزير الدفاع الأمريكي؟ شكرا أمال، ودعينا نتفق في البداية على أن هذه التصريحات التي صدرت هي تمثل الموقف الرسمي الأمريكي وتعبر عن الاستراتيجية التي تستخدمها الولايات المتحدة في المرحلة القادمة للتعامل مع الصين، وهناك مجموعة من الدلائل على ذلك. أولا أن التصريحات هي صدرت من وزيرة الجيوش الأمريكية وهذا بحد ذاته يمثل الموقف الرسمي. ثانيا التصريحات هذه لحقتها تصريحات هي على نفس الدرجة من القوة من وزير الدفاع
لويد أوستن والذي تحدث البارحة عن أن الولايات المتحدة هي قوة في شرق آسيا وذكر أمريكا is a pacific power وهذا بحد ذاته حسم إلى الموقف. النقطة الثالثة وهي برأيي الأهم أن هذه التصريحات هي تنسجم مع السياسة الاستراتيجية التي تستخدمها الولايات المتحدة باتجاه احتواء الصين في المرحلة الحالية والتي لم تبدأ منذ هذه اللحظة ولكن بالحقيقة هي بدأت منذ أيام باراك أوباما وتحديدا بالمقالة التي أصدرتها هيلاري كلينتون وكتبتها في مجلة فورين بوليسي بعنوان Pivot to Asia بعنوان التمحور باتجاه آسيا Pivot to Asia والتي حددت فيها ملامح وهي طبعا ديمقراطية من الحزب الديمقراطي وهو يعني كما نعلم اليوم هناك إدارة ديمقراطية التي لم تخرج عن هذا السياق بموقف الإدارة الديمقراطية بالتعامل مع آسيا ولكن ما يحدث الآن هو تعزيز لهذه الاستراتيجية. مظاهر أحد مظاهر التعزيز هي ما ذكرته هو تحالف أوكس الذي رأيناه كيف انطلق ما بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وأيضا هناك نقاط أخرى تتحدث ضمن هذا الاتجاه لحقت أيضا هذه التصريحات. نعم. هناك حديث عن إعادة توقيع العقود للبقاء القوات الأمريكية في الفلبين وهي كلها يعني تسير بنفس الاتجاه وبنفس الإطار الذي تحدثت به كريستين وونت باتجاه إعادة الانتشار وتركيز أو تعزيز وتكثيف الوجود العسكري الأمريكي باتجاه هدف واحد وهو احتواء الصين ضمن هذا الاتجاه. احتواء الصين أم المواجهة معها؟ وربما أنك ذكرت دكتور إبراهيم هيلاري كلينتون وعهد أوباما الذي بدأت فيه هذه الخطوات، هناك من يقول بأن في ذلك الوقت كانت تعزيز للدبلوماسية والقوة الناعمة للأمريكية في تواجد للولايات المتحدة الأمريكية في تواجدها هناك. لكن بما أنك فتحت الباب بالحديث عن التصريحات وأنها تمثل الموقف الرسمي، أسألك معنا الخبير العسكري دكتور فايز الدويري، الجيش الأمريكي سيعزز عمليات الانتشار والقواعد الموجهة إلى الصين وروسيا مع الحفاظ على قواته في الشرق الأوسط لردع إيران ومواجهة الجماعات الجهادية، هل يمكن لواشنطن أو ما الترتيبات الاستراتيجية لها في خلق هذا التوازن؟ يعني هذا يقودنا إلى طبيعة تكوين الجيش الأمريكي. أمريكا يوجد بها 10 قيادات رئيسية، منها 6 قيادات لها ارتباط وعلاقة جغرافية، قيادة الشمال، قيادة الجنوب، اليورو كام، أفريكام، سنت كام، الباسيفيك كام، وهناك قيادة العمليات الخاصة والقيادة الاستراتيجية التي تتعلق بالأسلحة النووية وقيادة النقل المركزي وأخيرا القيادة الفضاء. هذه 10 قيادات لها أدوار محددة، لكن 6 الرئيسية هي ذات ارتباط جغرافي. الآن عندما نتحدث عن جنوب شرق آسيا نتحدث عن المحيط الهادي والمحيط الهندي، هناك الأسطول السابع وهناك الأسطول الخامس، حيث الإطار الجغرافي محدد ولكن القوى يمكن أن تتداخل. يعني قد يكون الأسطول الثاني مع الأسطول الثالث في القيادة الشمالية، قد يكون الأسطول الثالث مع الأسطول الرابع في القيادة الجنوبية. جميع هذه القيادات الجغرافية لها مكونات مادية من القدرات العسكرية باستثناء السنت كام. السنت كام يتم تجميع القوى حسب المعطيات والظروف. الآن بداية الاهتمام الفعلي في منطقة جنوب شرق آسيا وبحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي، هذا يعود إلى عام 1995 من القرن الماضي عندما تم توقيع أول اتفاقية تعاون أمني مع سنغافورة، ثم تلا ذلك عملية تطوير. وأشار ضيفك الدكتور إلى أوباما، فترة الرئيس أوباما كان له جملة رئيسية: على أمريكا أن تحافظ على دورها الريادي العالمي في القرن 21. ثم تحدث عن الاستدارة الاستراتيجية لمواجهة النمو الصيني، حيث هناك التزام
في النمو الاقتصادي والنمو العسكري. الآن الخطة الأمريكية تقوم على الآتي: أولا هناك ما يسمى الحزامين. الحزام الأول وهو حزام جنوب اليابان، غرب الفلبين، تايوان. طيب. هذا له خصوصية. والحزام الآخر وهو الحزام الأبعد، وهذا يتعلق بسنغافور، يتعلق بأطراف ماليزيا، بأطراف إندونيسيا، بفيتنام. وبالتالي يقابل هذا التوجه وهذا الاهتمام ومحاولة بناء شراكة. في 2010 تم إجراء مناورات مشتركة مع فيتنام. طيب. قابلت الصين ذلك بوضع خطة، لو سمحت في عجالة، وضع خطة. هو أنا كنت أفضل أن نذهب للحديث عن مسألة التنسيق بين تواجدها هناك ومنطقة الشرق الأوسط كما قال وزير الدفاع الأمريكي، لكن سأعود لك لتكملة المعلومات التفصيلية التي تتفضل بها. نريد أن نركز أيضا في البداية على الأهداف القريبة والبعيدة لهذا المخطط المعلن عنه، والسؤال لك سيد داغ، هل تسمعنا؟ يبدو أنه يومئ برأسه نافيا ذلك. هل تسمعنا سيد باندو؟ يبدو أن صوتنا لا يصل إلى سيد باندو. أتمنى أن يتم إصلاح هذه المشكلة حتى يشارك معنا تقديره للموقف بعد الإعلان الأمريكي. ربما نعود إليك بنفس السؤال دكتور إبراهيم عن الأهداف البعيدة والقريبة لهذا المخطط، وما الذي تريد الولايات المتحدة تحقيقه فعلا؟ احتواء للصين أم أنها تصنع هدفا وهميا كما يوجه لها الاتهام؟ لا لا، ليس لا هذا يعني غير دقيق إطلاقا، هو ليس هدف وهمي أبدا، عدوا يعني وهميا كما قال الصينيون. نعم نعم، يعني هناك مخاوف حقيقية يعني ضمن هذا الاتجاه، وما يجري هو توجه حقيقي. ودعيني بالحقيقة أستعين بنظريات العلاقات الدولية، وهناك يعني مما كتب في الفلسفة الإغريقية بالحروب ما بين أثينا وإسبارتا عن ما يسمى بفخ ثيوسيديدس، وهو الذي يقضي أو يجادل فيه بأنه عندما تكون هناك قوة مهيمنة وبنفس الوقت تكون هناك قوة صاعدة، فلا بد حسب رأي الكاتب أن الصدام يقع ما بين هؤلاء، ما بين القوتين المهيمنة والصاعدة. وطبعا نادرا ما يحدث تجنب لهذا الفخ، فما نراه بالوقت الحالي هو يمثل هذا الفخ، بأن الولايات المتحدة أصبحت تعيش في هاجس وهو صعود الصين. وهذا ورد في أتذكر في الحملة الانتخابية التي قادها جو بايدن ضد ترامب، وقال بالحرف الواحد: لن تصبح الصين القوة المهيمنة عالميا بوجوده. يعني رهن حتى اسمه شخصيا على هذا الموضوع، وكل الخطوات التي أخذها بالسياسة الدولية هي تتمحور بهذا الاتجاه. وأيضا هناك المقابلة التي أعطاها، مرة أخرى نعود إلى وزير الدفاع وتصريحاته التي قال فيها بأننا لن نطلب من الدول أن تختار بيننا وبين الصين، ولكننا نسعى لتأسيس نظام عالمي مستقر ومفتوح وحر وتقوده الولايات المتحدة بهذه الحالة. إذن ضمن هذه التصورات لن يسمح إلى الصين، ضمن التوجه الذي نراه من قبل إدارة بايدن، بالصعود في حين أنها تحقق تقدم في الكثير من المجالات، سواء الاقتصادية أو في مجال السايبر، الحروب الافتراضية أو المعركة الافتراضية، سايبر ويرفير. ولهذا السبب نرى أن الانخراط، الإدارة الأمريكية، إدارة جو بايدن بهذه اللحظة هي أكثر انغماسا مع القوى العالمية الصاعدة، بانخراطا بمواجهتها واحتوائها على باختلاف السياسة الإدارة الأمريكية السابقة. ورأينا، إذا سمحتي لي بهذه النقطة، ورأينا ذلك يتمثل بأكثر من موقف، وأخيرا هو آخر موقف، آخر هذه المواقف هو الموقف الذي اتخذته الإدارة الأمريكية حاليا من التصعيد ما بين روسيا وأوكرانيا. صحيح. ونحن نعلم أن هناك تحرك عسكري روسي باتجاه أوكرانيا، ولهذا السبب نرى أن هناك تصريحات واضحة لا لبس فيها من قبل الإدارة الأمريكية بأنه إذا وقع هناك صدام
فسنأخذ جانب أوكرانيا بهذا الاتجاه، في حين أن مثل هذه التصريحات لم تكن بالسابق لتظهر بهذا العلن وبهذا التوجه بأن ترهن موقفها بهذا الاتجاه. فإذا نرى بالقياس على المواقف الأمريكية من الصراعات والأزمات الدولية التي تتخذ منها مواقف بأن التوجه هو فعلا يسير بهذا الاتجاه، وطبعا تهتم الولايات المتحدة بالصين أكثر منها في روسيا العدو التقليدي الذي كان بالحرب الباردة، طبعا لمجموعة من الاعتبارات، منها كما ذكرنا الاعتبار التقدم الذي تحرزه الصين في الكثير من المجالات، ولهذا السبب كان لابد من التوجه ضمن توجه حقيقي وليس وهمي كما يقال هنا وهناك من أجل احتواء الصين ووقف تصاعدها على حساب، في حين أن الولايات المتحدة تهبط من المركز الأول في النظام الدولي. نحن نعود في حديثنا هذا للمنطقة العربية والشرق الأوسط دكتور فايز، التي أعلن جو بايدن بأنها لم تعد منطقة تعتلي أولويات الولايات المتحدة في هذه المرحلة، لا سيما بعد الانسحاب العسكري من أفغانستان، لكنه يعود ويقول بأن وجود الولايات المتحدة ضروري في الشرق الأوسط لمواجهة إيران والجماعات الإرهابية. كيف تخلق واشنطن هذا التوازن؟ يعني أولا الحديث عن انسحاب أمريكي من منطقة الشرق الأوسط أعتقد أنه يتناقض مع المقاربة الاستراتيجية لأمريكا. نقطة الانطلاق في بناء هذه الاستراتيجية يعود إلى عام 1905 عندما تحدث الاستراتيجي البحري ماهان ووصف هذه المنطقة بأنها قلب العالم، ومن يسيطر على قلب العالم يسيطر على العالم. خلال العقود الماضية كانت نقاط الارتكاز في بناء الاستراتيجية العسكرية الأمريكية هي شرق أوروبا وأواسط آسيا والشرق الأوسط. الآن هناك استدارة استراتيجية باتجاه جنوب شرق آسيا، وبالتالي هذا الأمر لا يتناقض مع المفهوم الرئيسي للاستراتيجية العظمى، حيث أن أمريكا دائما تبني استراتيجيتها على مقاربة القدرة على خوض حربين متزامنتين، وبعض الخبراء قلل من قدرة أمريكا على إدارة حربين متزامنتين، وتم الحديث عن مقاربة جديدة ما يطلق عليها حرب، وبالإضافة إلى نصف حرب أخرى، أي أن أمريكا وضعت مقارباتها العسكرية وبناء قواتها والقيادات التي أشرت لها على قدرتها. الآن ماذا يتعلق بالشرق الأوسط؟ أمريكا من حيث المبدأ يوجد لها 800 قاعدة حول العالم، ما بين قاعدة رئيسية ونقاط ارتكاز صغيرة، يوجد 63 قاعدة في الشرق الأوسط ما بين نقاط ارتكاز خفيفة وستة قواعد رئيسية، سواء جرلك أو العيديد وفي أحمد جاء أحمد الشيخ أحمد الجابر إلى قيادة الأسطول الخامس في المنامة، يوجد لها أكثر من 55 ألف جندي الآن في المنطقة. نحن أعددنا تقريبا دكتور فايز يشمل كل هذه المعلومات والتفاصيل سنبثه بعد قليل، يعني يؤكد شرحك. هذا يعني أن أمريكا لن تخلي المنطقة، لن تخلي المنطقة، قد تخفض من حجم القوات. يعني إذا عدنا خلال الأشهر الماضية أو حتى العامين الماضيين، ما هو الحجم الذي تم تخفيضه؟ تم سحب 3 بطاريات باتريوت من الأردن والسعودية وتركيا. الآن أفغانستان حالة مستقلة، لماذا؟ بعد خسارة 2 تريليون دولار وآلاف القتلى وعشرات آلاف الجرحى، ودخلت في حرب غير متناظرة، حرب غير تقليدية، وبالتالي الحرب غير المتناظرة قد يخسرها الجيش لصالح الطرف الأضعف، لأنه يخوض حرب عصابات. فبالتالي كانت الرؤية الأمريكية بالانسحاب. الانسحاب من العراق له خصوصية أخرى، ولكن حتى هذه اللحظة علينا ألا ننظر، علي وأؤكد يجب أن لا ننظر لحجم التواجد العسكري على الأرض. Boots on the ground،
هذا أمر في العقلية الأمريكية والمقاربة الأمريكية لا يعتد به. يعني وجود 200 جندي أو 500 جندي في سوريا لا يفرق كثيرا عن وجود 1000. لماذا؟ علينا أن ننظر إلى القوة الكامنة. ما يقال سبيس آند تايم، ما هي حجم القوة التي يمكن حشدها في الإطار الزمني المطلوب؟ إذا كان ذلك متاحا ليس هناك ضرورة ما يقال عنه boots on the ground. ما دام الأسطول السادس موجود، ما دام الأسطول الخامس موجود، ما دامت حاملات الطائرات موجودة، كل طائرة عليها أكثر من 70، كل حامل عليها أكثر من 70 طائرة إلى غير ذلك، إذا القوة الأمريكية موجودة. وحتى هناك مقولة عندما كنا ندرس في الدراسات العليا في أمريكا، ما دام العلم الأمريكي مرفوعا في نقطة ما فالقوة الأمريكية موجودة. طيب طيب سيد بانو، بالإضافة أو باندو عفوا، بالإضافة إلى بحر الصين الجنوبي وأزمة تايوان، ما هي مناطق التوسع أو ما هو الخطر الحقيقي الذي ترى فيه الولايات المتحدة بأن الصين تشكل تهديدا حقيقيا لأمنها القومي ولمصالحها في شرق آسيا أو جنوب شرق آسيا؟ كلا الطرفين بالنسبة للطيف السياسي الأمريكي اجتمع ليثق بأن الصين تشكل التهديد الأمني الأساسي الذي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية. في الوقت الحالي الاهتمام الأساسي هو باتجاه تايوان. هناك مباعث قلق حقيقية حول ما إذا كانت الصين ربما تهتم بأن تتحرك عسكريا باتجاه تايوان. هناك رغبة حقيقية في النظام الأمريكي للتأكيد على التزامها العسكري في آسيا ومن أجل توسيع دائرة التزامها عندما يتعلق الأمر بأستراليا ودول أخرى، وكذلك محاولة زيادة أدوار دول مثل كوريا الجنوبية واليابان. المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي من أين تأتي بقوات إضافية، لأن من الناحية الاقتصادية الولايات المتحدة ليس بإمكانها أن تبني وجودا عسكريا جديدا، وهنا نرى الضغط الذي يقتضي سحب بعض القوات من منطقة الشرق الأوسط على الأقل بطريقة رمزية للقول إن الولايات المتحدة تود التركيز على الصين، وهذا التركيز سيكون من خلال سلاح الجو والبحرية، وسيكون القضايا ترتكز بشكل أساسي بالنسبة لجزيرة تايوان. وبالتالي هل تعتقد بأن خيار الولايات المتحدة بالتركيز أو إعادة الانتشار هو خيار خاطئ، كان يجب بدله كما تعالت أصوات في الولايات المتحدة أن تكرس واشنطن جهودها في دعم الحلفاء أكثر، في تقوية حلف الناتو في أماكن تواجده، أم العكس ربما؟ بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ستتطلع إلى زيادة حلفائها ليفعلوا ويقوموا بالمزيد. كما قال الضيف الآخر، الولايات المتحدة لن تغادر تماما منطقة الشرق الأوسط. هناك مصالح للولايات المتحدة طويلة الأمد، وهناك عدد من الدول التي عملت مع الولايات المتحدة لعقود من الزمن، لكن بالتأكيد فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستتطلع تعمل مع حلفائها من خلال اتفاق أبراهام، حيث إن الولايات المتحدة سعيدة لترى هذه العلاقات التي بدأت تبنى فيما بين دول الخليج مع بعضها البعض مع إسرائيل، وكذلك أن الولايات المتحدة ستتطلع لتكون هذه الدول تتمكن من زيادة قدراتها العسكرية، والولايات المتحدة ستفعل نفس الشيء في آسيا. هذا الاتفاق ما بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تحالف أوكس، هو مثال على ذلك من أجل جلب أستراليا إلى موقع بحري أقوى حتى تساهم أستراليا في القضايا البحرية في مواجهة الصين. نحن كذلك رأينا الحكومة الجديدة في اليابان كذلك تزيد من نفقاتها العسكرية وترفع نفقاتها إلى مستويات
أكثر مما كانت عليه في الماضي، وكذلك لتشارك بشكل أكبر في قضية تايوان. سنرى في آسيا وفي منطقة الشرق الأوسط محاولة لزيادة نفوذ العسكري للولايات المتحدة من خلال زيادة نشاطات الحلفاء وتعزيز قدراتهم ليتقلدوا دورا أكثر نشاطا. أي علاقة يمكننا أن نربط بها ما تفضل به سيد باندو، تشجيع اتفاق أبراهام وغيره، مع تركيزها، تركيز واشنطن اليوم على إعادة الانتشار وإنجاح مسألة احتواء الصين؟ يعني العلاقة بالحقيقة يعني صعب جدا الحكم عليها بالمنطق العام الذي يقول بأن الولايات المتحدة هي انسحبت من الشرق الأوسط وتريد أن تركز على الصين. هي ليست بهذه البساطة أبدا. أولا يعني خلينا نأخذ الموضوع من جانبين. الجانب الأول اللي هو الاستراتيجية في جنوب شرق آسيا، بأن الولايات المتحدة تلجأ إلى سياسة التحالفات من أجل مواجهة الصين هناك بهذا الاتجاه. فإذا أول تحالف هو بالإضافة إلى أوكس، هناك أيضا تحالف العيون الخمس التي أيضا يعني هناك حديث بأن نيوزيلندا قد تنسحب منه وتدخل اليابان على ضمن هذا التحالف. هناك أيضا تحالف يدور الحديث عنه يضم الهند واليابان وأستراليا، وهناك أيضا تجديد للقواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في الفلبين. فإذا الولايات المتحدة يعني تقوم ببناء شبكة التحالفات هذه كلها من أجل المواجهة الصين. هذا لا يأتي على حساب الاهتمام بالشرق الأوسط. وهنا يعني أود أن أحذر من دائما النتيجة التي يتوصل إليها الكثيرون بأن الولايات المتحدة أصبحت لا تهتم بالشرق الأوسط. والحقيقة ما حدث هو حسب رأيي أن المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط تغيرت، ولكن أهمية الشرق الأوسط لم تتغير، على اعتبار أنه في السابق على سبيل المثال كانت المصالح الأمريكية تتمحور في إسرائيل والأنظمة الدكتاتورية وإلى آخره. الآن النفط أيضا تراجعت أهميته، ولكن من أجل مواجهة الصين فإن الولايات المتحدة هي بحاجة ماسة أن تتحكم بأسعار النفط الذي يأتي من العالم العربي، على اعتبار أن الصين هي الأكبر مستورد الآن للنفط في العالم. فلا يمكن للولايات المتحدة النجاح باستراتيجيتها بمواجهة الصين دون أن يكون لها نفوذ على أسعار النفط الذي سيشكل العصب الأساسي بالتحكم بمواجهة الصين بهذا الجهة. فإذا أهمية الشرق الأوسط لم تتغير رغم أن المصالح هي التي تغيرت. فإذا لا يجوز برأيي الخلط ما بين الاستراتيجيتين في جنوب شرق آسيا أن تكون على حساب الأخرى، ولكن لكل منها محدداتها ضمن هذا وسياقات معينة. إذن سنسأل عن الأدوات التي تحتاجها الولايات المتحدة فعلا لاحتواء الصين ضمن مخططها الجديد، وعن جدوى انتشارها العسكري في مناطق عدة في العالم. بعد فصل قصير تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا من جديد مشاهدينا، وهذه الحلقة من تقدير موقف التي نناقش فيها مخطط إعادة الانتشار الأمريكي في جنوب آسيا والشرق الأوسط. تنتشر القوات الأمريكية في مناطق عدة من العالم، ولا تسمح الطبيعة السرية لبيانات البنتاغون بوجود أرقام دقيقة، ولا تعرف غالبا طبيعة مهام هذه القوات. لكن بعض المصادر الأمريكية تقول إن واشنطن تمتلك 800 قاعدة عسكرية في أكثر من 70 دولة، وتنتشر قواتها في أكثر من 150 بلدا. ووفق استراتيجية واشنطن لتعزيز وجودها العسكري في المحيطين الهادئ والهندي وشرق آسيا، ينتشر في جزيرة غوام نحو 6000 جندي في قاعدتين جوية وبحرية، إلى جانب نشر 2500 عسكري من مشاة البحرية سنويا في أستراليا. لكن في الوقت الذي تعزز فيه واشنطن وجودها العسكري في بعض المناطق، سحبت قبل أشهر قليلة قواتها نهائيا من أفغانستان بعد 20 عاما من شنها ما سمته حينها الحرب الكونية على الإرهاب. في الشرق الأوسط ما تزال الولايات المتحدة تحتفظ بنحو 900 جندي شمال شرق سوريا يتمركزون في قواعد مستحدثة حول آبار النفط. أما في العراق فمن المتوقع رحيل جميع القوات المقاتلة بحلول نهاية هذا العام، إذ ما يزال نحو 2500 جندي أمريكي موجودين هناك.
تتمركز في الخليج أهم القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. تشير تقارير إلى أن عدد الجنود الأمريكيين تقلص إلى 30,000 جندي خلال هذا العام، إذ أن قرار واشنطن تقليص عدد الأنظمة المضادة للصواريخ بشكل كبير في كل من العراق والكويت والأردن والسعودية يعني رحيل آلاف الجنود الأمريكيين من المنطقة. نواصل تقدير الموقف مع ضيوفنا، ومعك من واشنطن سيد باندو. هذا الانتشار العسكري الكبير والكثيف للولايات المتحدة في مناطق كثيرة حول العالم، ما الذي حققه كأهداف استراتيجية لواشنطن وفي مقدمتها مسألة حماية الأمن القومي الأمريكي؟ طبعا الولايات المتحدة الأمريكية كانت مهتمة بالمحافظة على الاستقرار الإقليمي العام، وكذلك منع أي عملية عدوان، وكذلك حماية الحكومات التي دعمت الولايات المتحدة وعملت معها. والولايات المتحدة الأمريكية تسعى كذلك منع الانتشار النووي وكذلك مكافحة الإرهاب. هناك الكثير من الأهداف التي تتنوع وتختلف حسب كل دولة على حدة، وأحيانا تعزيز بعض هذه الأهداف ربما قد لا يكون متوافقا مع أهداف أخرى، لأن العملية هي معقدة. ومن الواضح ومن الناحية السياسية هناك دعم أقل في الولايات المتحدة الأمريكية للحروب، أن يكون هناك جنود أمريكيين في مناطق قتالية. وما تحاول هذه الإدارة الأمريكية أن تقوم به هو أن تخفض من دورها القتالي في العالم، وأن تقوم بسحب هذه القوات بشكل كامل إذا ما كانت الضرورة تقتضي ذلك. رأينا ذلك في أفغانستان، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية قررت سحب قواتها وقالت إنها لن تبقى هذه القوات لفترة طويلة من الزمن. لكن الحسابات مختلفة في الشرق الأوسط. نعم، من المحتمل أن نرى أعدادا أقل من القوات وكذلك تغيير لنوع القوات المتواجدة على الأرض، وربما قد يكون هناك تأكيد على قوات من قبل الحكومات في المنطقة. لكن بالتأكيد سنرى البحرية الأمريكية هناك وكذلك سنرى. طيب، هل يشاطرك سيد باندو، هل يشاطرك الرأي العام الأمريكي هذا الرأي؟ وهل يرى بأن الأهداف التي تفضلت بذكرها تحققت في المناطق التي ينتشر فيها الوجود العسكري الأمريكي بغض النظر عن الأعداد؟ بالنسبة للرأي العام في الولايات المتحدة بالنسبة للعراق كان فشلا، لأن الرأي العام لم يكن مع المشاركة في النزاع في العراق. لكن من جانب آخر نرى نجاحا مع إسرائيل، مع دول الخليج. الرأي العام كذلك يرى نجاحا فيما يخص خفض مستوى الإرهاب الموجه للولايات المتحدة الأمريكية. الشعب الأمريكي هو سعيد أن الولايات المتحدة شاركت، لكن يريدون تغيير طريقة المشاركة العسكرية، لأن حسب رأي الرأي العام هناك مشاركات أكثر نجاحا من غيرها. وهكذا فإنهم يرون على أن المشاركة في العراق هي تعتبر فشلا، ولا يريدون معاودة نفس الكرة في المستقبل. دكتور فايز، هل تحقق هذه القواعد العسكرية المنتشرة مسألة الردع الواجبة، سواء كانت تحت عنوان ملف إيران النووي والوجود الإيراني في المنطقة أو كبح الجماعات الجهادية، وما الذي لا تستطيع تحقيقه حتى الآن؟ يعني تاريخيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تنهي أي حرب شنتها بنتائج مرضية. كسبت المعركة عسكريا وخسرت النهاية، والأمثلة واضحة. في بداية خمسينيات القرن الماضي الحرب الكورية، لا تزال كوريا الشمالية وتحولت إلى دولة نووية. ثم بعد ذلك فيتنام،
ماذا جرى؟ خرجت منها. ثم بعد ذلك أفغانستان ماذا جرى؟ جاءت لمحاربة الإرهاب وإسقاط طالبان، خرجت وعادت طالبان. ماذا فعلت بالصومال؟ جاءت لترسيخ الديمقراطية وخرجت وتركت السودان الصومال كبلد فاشلة. جاءت إلى العراق في 2003 ولم يكن هناك إرهاب داخل العراق، والآن على وشك الخروج وقد أطلق العنان للإرهاب سواء داعش أو النصرة أو التنظيمات الراديكالية. إذن هي تستطيع حسم الحرب عسكريا ولكنها لا تستطيع أن تحقق ولم تحقق النتائج السياسية المرجوة من كافة الحروب التي شنتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى اللحظة التي أتحدث بها. لكن هذا لا يعني إخلاء المنطقة، لأن المصالح الأمريكية موجودة، وبالتالي هي ليست موجودة من أجل الأمن الوطني للأردن أو للقطر أو لا، هي موجودة لتأمين المصالح الأمريكية، ومن خلال تحقيق مصالحها تساعد في تحقيق الأمن لهذه الدول. الآن هناك ما هو التحدي الرئيسي في المنطقة حتى نستطيع الإجابة؟ التحدي الرئيسي الأول تحت عنوان الأمن الوطني الإسرائيلي، التهديد الإيراني ومخرجات التهديد الإيراني من الأذرع الإيرانية التي تمددت في 4 دول عربية، إضافة إلى تحدي الإرهاب. تحدي الإرهاب صرح الرئيس ترامب أكثر من مرة بأنه، وكذلك بوتين، أنه تم القضاء على داعش. وأنا أقول داعش لا تزال موجودة، لديها 5000 مقاتل في سوريا و 15000 مقاتل في العراق، وبالأمس كان هناك أكثر من هجوم في كردستان وعلى مقربة من أربيل. الأذرع الإيرانية موجودة، حزب الله، التنظيمات الشيعية في سوريا، الحشد الشعبي، الحوثي لا يزالوا موجودين، وبالتالي هي الآن لابد أن تبقي على قدراتها لتأمين مصالحها، وتطالب الدول ببناء قدراتها الدفاعية الذاتية لتحقيق أمنها، لاحظي ماذا جرى عند قدوم الرئيس بايدن. أيام الرئيس ترامب وضع الحوثي على القائمة السوداء، جاء الرئيس بايدن وأخرجها من القائمة السوداء من أجل إغرائها بمقاربة سياسية، لكن الذي جرى هو العكس. ماذا جرى بالنسبة للحشد الشعبي؟ لا يزال هو الآن المهيمن إلى حد ما، لا أقول بصورة مطلقة، على القرار السياسي. ماذا بالنسبة لحزب الله والتنظيمات الرديفة؟ لا تزال هي الرقم الصعب في يعني النتائج السياسية لما بعد التدخل العسكري الأمريكي ليست هي المرامة. إذا كان دكتور إبراهيم الوضع في الشرق الأوسط وضعا بسياقات وأهداف استراتيجية مختلفة، سواء نتحدث عن الشرق الأوسط أو حتى منطقة المتوسط وفي ليبيا تحديدا، ماذا عن سياق الوجود العسكري المنشود في جنوب شرق آسيا لمواجهة الصين؟ هل يمكن لتعزيز هذا الوجود وللغة التهديد أن تمنع المواجهات المتنامية، لسيما في موضوع أزمة تايوان التي قال السيد باندو بأنها أزمة ذات دلالة كبيرة؟ يعني أمال، الاستراتيجية هي دائما ترتكز على مجموعة من المحاور وليس مجال واحد. يعني الاستراتيجية الأمريكية لاحتواء الصين، واتفقنا أعتقد أن الهدف هو احتواء الصين ليست مواجهة، وليس مواجهة عسكرية للصين، ولكن هذا الاحتواء يتطلب أن تعد الولايات المتحدة استراتيجية في مجالات متعددة، اقتصادية وعسكرية أيضا، وفي مجال السايبر ويرفير، في المجال الافتراضي، في الكثير من الاتجاهات، وهذا ما تقوم به الولايات المتحدة. الوجود العسكري الذي تقوم به أو تعززه الولايات المتحدة في الوقت الراهن، والذي صرحت به كريستين وومت في وزيرة الجيوش الأمريكية، لا يعني أن هناك مواجهة عسكرية ستحدث ما بين الولايات المتحدة والصين. هل يكون احتواء بنشر قواعد عسكرية وإعادة انتشار عسكري؟ هناك في عالم السياسة أمال، التلويح بالقوة هو أكثر فاعلية من استخدامها، وهذا ما تقوم به الولايات المتحدة من أجل أن تعزز مواقفها
في السياسية والاقتصادية وفي المجال الافتراضي بحاجة أن تبني قوة عسكرية موجودة في جنوب شرق آسيا، وكان أحد محاورها صفقة الغواصات النووية التي بنتها في تحالف أوكس مع أستراليا بهذا الاتجاه. فإذا لا بد من وجود عسكري قوي، ولكن هذا لا يعني أن هناك مواجهة ستحدث. المواجهة العسكرية نحن نتحدث إن إذا أردنا أن نفترض أن هذا عن فترة طويلة جدا، ليست أصلا في المدى المنظور في الوقت الحالي ولا بالمدى المتوسط. فإذا هذا الوجود هو للتلويح بالقوة، وما يسمى بعالم السياسة بالقوة الكامنة التي بإمكانها أن تحقق الأهداف من خلال الوجود العسكري الأمريكي في جنوب شرق آسيا. وعلى سبيل المثال، أحد هذه الأشكال أن الولايات المتحدة في الوقت الحالي هي تقوم بنشر أنواع أسلحة متطورة، من ضمنها اللي هي أسلحة الهايبرسونيك ويبنز اللي تسمى اللي هي الأسرع من الصوت. فإذا هذا التلويح يجب أن يكون التلويح حقيقي، ويجب أن يكون هناك استعداد حقيقي في سبيل أن الولايات المتحدة إذا ما وصلت إلى هذه المرحلة فهي جاهزة بقواعدها العسكرية في الفلبين، بالغواصات النووية في أستراليا، بنوعية الأسلحة التي الهايبرسونيك ويبنز وغيرها، واللي في هناك أسلحة اللي هي ذات مجال متوسط وبعيد المدى الفايرينج رينج لهذه الأسلحة. فإذا هذا يدعم الجانب الاقتصادي، والجانب السياسي الدبلوماسي الذي صعدت منه الولايات المتحدة بدعوة تايوان إلى قمة الديمقراطية التي دعا إليها بايدن منذ فترة بسيطة، وأيضا حدد هناك قمة الديمقراطية أيضا في عام 2022 بهذا الاتجاه. ويتم دعوة تايوان التي لا تعترف بها الولايات المتحدة رسميا إلى هذه القمة، قمة الديمقراطية، من أجل أيضا التصعيد أو تصعيد الضغط على الصين من أجل احتوائها. فإذا من المتوقع أن نرى أن هناك تصعيد في جميع هذه المجالات، والعسكرية هي أحدها، وليست بالضرورة هي التي ستقود أو سنرى مواجهة عسكرية بالمرحلة القريبة. طيب سيد باندو، في نفس الإطار، في الوقت الذي تصعد فيه الولايات المتحدة من لهجتها العسكرية لهجة التهديد وتطلق خطة إعادة الانتشار، الصين توطد تحالفاتها مع روسيا، تكثف من مناوراتها العسكرية، تركز على البعد الطاقوي للتعاون من خلال استراتيجية طاقوية مشتركة. هذا ألا يجعل الجانب الصيني أو المشروع الصيني في المنطقة والعالم مؤهلا أكثر لأن يطول أمد المواجهة على الأقل مع الولايات المتحدة دون فوز الأخيرة؟ رؤية الولايات المتحدة بشأن علاقتها بالصين كانت قضية طويلة الأمد. هذه المسألة لن يتم القرار بشأنها في غضون أشهر أو حتى في غضون سنوات، لكن الولايات المتحدة تعتقد أن لديها ميزة أساسية عندما يتعلق الأمر بالتحالفات. هناك سبب بسيط يدعو إلى الاعتقاد أن هناك خطط قوية ما بين الصين وروسيا، لكن لن تكون هذه الخطة كما يعتقد البعض. لكن في المقابل الولايات المتحدة لديها شبكة من التحالفات في العالم، في شرق آسيا، حيث أن دول مثل أستراليا الآن واليابان، هذه الدول تخطط أن تفعل المزيد من حيث مواجهة الصين، لأين كذلك الناتو والدول الأوروبية. ماذا تفعل هذه الدول سيد باندو، أو ما الذي تنتظره واشنطن من هذه الدول؟ الولايات المتحدة الأمريكية تأمل بأن تحصل على الدعم في مجالات متعددة. بعض هذه المجالات هي مجالات عسكرية، رأينا ذلك من خلال إشراك أستراليا واليابان، حيث إنه في آسيا الدعم العسكري من خلال الجزر وكذلك الأراضي المتنازع عليها وتوفير القواعد في نزاعات مثل نزاع تايوان، هذا الأمر هو مهم. لكن عندما يتعلق الأمر بالتحالف مع أوروبا، المسألة هي اقتصادية، تتعلق بالتكنولوجيا، تتعلق بتغيير الأفكار المتعلقة بعلاقات التوريد،
وأن تعمل الولايات المتحدة وحلفائها عن كثب مع بعضها البعض وليس مع الصين في إطار قضايا التكنولوجيا ونوع الشركات التي تستخدم. الولايات المتحدة الأمريكية تستعين بعدد من الدول بما في ذلك الهند، حيث إن الهند لديها خلافات كبيرة مع الصين، ولذلك الولايات المتحدة تود توسيع دائرة علاقتها بالهند، ليس بالضرورة علاقة عسكرية، لكن ربما قد تكون علاقة في إطار الاقتصاد والاستثمار والتجارة. الولايات المتحدة تريد أن تضع هذا الأمر لصالحها لأن لديها الشبكة واسعة من تلك الموجودة لدى الصين. فقط قبل أن أنتقل للدكتور فايز، لأنك لم تأخذ قسطا كبيرا من الوقت، هل تعتقد سيد باندو بأن واشنطن ما زالت شريكا موثوقا به من حلفائها، لسيما بعد تجربة ما بعد الانسحاب من أفغانستان؟ أعتقد أن القضايا الأساسية والتي هي مهمة في هذه الحالات، الولايات المتحدة بإمكانها أن تكون موثوقة ويمكن الاعتماد عليها. الولايات المتحدة قضت 20 سنة في أفغانستان في منطقة ليست مهمة بالنسبة للولايات المتحدة، وأظهرت الولايات المتحدة التزاما بالغا. بقاء الولايات المتحدة في أفغانستان كان ضعف الزمن الذي قضته أو قضاه الاتحاد السوفيتي، ولدينا كذلك حلفاء مثل الناتو وكوريا الجنوبية وكذلك اليابان. هذه التحالفات تزيد عن 70 سنة. نعم، العلاقات مختلفة عن تلك الموجودة مع أفغانستان، وهذه العلاقات هي مستمرة، وشركاؤنا يعتقدون أن العلاقة ستكون مستمرة كذلك. طيب دكتور فايز دويري، يعني للأصوات التي تنادي أو تؤمن بأن الصين يمكن أن تكون قوة ندية بين قوسين كبيرين للولايات المتحدة، الموازنة العسكرية الصينية تعدت 200 مليار دولار، نتحدث عن 700 مليار دولار أقرها البنتاغون كموازنة عسكرية في الولايات المتحدة، ناهيك عن الفروق التكنولوجية التي تحاول الصين تداركها، وقد سبقت الولايات المتحدة في مسألة الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، لكن هل يؤهل ذلك الصين لمواجهة الولايات المتحدة عسكريا بشكل مباشر أو غير مباشر؟ يعني هي القاعدة الأساسية التعاون، وجهة النظر الأمريكية التعاون مع الصين إذا كان ممكنا، والمواجهة إذا كان لابد من ذلك. الصين بدأت، يعني هي القوة الرئيسية للصين هي القوة الاقتصادية التي مكنت من الصين من بناء وتطوير قدرات الجيش الشعب الصيني بصورة كبيرة جدا خلال العقدين الماضيين. هذا يقودنا إلى طبيعة الصراع المحتمل. مركزية الصراع تايوان. هل القراءات هل تقول بأن الصين ستسعى إلى استعادة السيطرة على تايوان عسكريا؟ هذا هو السؤال الرئيسي. الصين تبني مقاربتها العسكرية وتطوير جيشها على هذه النقطة، وتضع بالمقابل ما هي القدرات الأمريكية المتاحة لتتدخل في حال حدوث هذا النوع من الصراع. لهذا السبب بدأت بتطوير قدراتها، وضعت القاعدة، والقاعدة الصينية تقول منع العبور والحرمان من الوصول، أي بمعنى آخر أن لاحظ الآن تايوان تبعد عن البر الصيني 100 ميل بحري، وتبعد عن أقرب نقطة أمريكية في هاواي 8000 ميل بحري، لكن أمريكا دولة بحرية ليست دولة قارية، قدراتها الضاربة الأساسية القدرات البحرية، وهذا من الحرب العالمية الثانية، حتى الحرب الأهلية الأمريكية كسبت من خلال القوة البحرية. الآن الصين تحت هذا العنوان بدأت بتطوير قدراتها في أبعاد متعددة، المدمرات، الفرقاطات، التوربيدات، الصواريخ البالستية، صواريخ سوبرسونيك إلى غير ذلك، القدرات التقنية
وإمكانية تعطيل شبكة الملاحة، وبالتالي لحرمان القوات الأمريكية وإجبارها على البقاء على مسافة آمنة وتكون بعيدة، تمكن الصين من تحقيق انتصار أولي إذا ما أرادت تنفيذ عمل عسكري وفرض لغة أمر واقع على أمريكا أن تتعامل معه. هذه هي المقاربة الصينية، عززتها ببعدين آخرين، طريق الحرير والوصول إلى عقر الدار الأمريكية، وبالتالي الآن لها تواجد في أمريكا الوسطى. طيب. تحاول أن تتواجد في كوبا، الدومينيكان، سان سلفادور. طيب. إلى غير يعني ذلك. يبدو أن المخطط الصيني فعلا يمتد كأخطبوط كما قيل، لكن واقعيا وعمليا هل يمكن للصين أن تفوز بالمواجهة، أن تسعى لقيادة العالم كما يقول البعض؟ نحن نتحدث عن نظام شمولي مهما كان على المستوى الداخلي، حتى أن البرلمان الصيني صدق على أن يتمكن قوات خفر السواحل يعني بإطلاق النار حتى دون تحذير لمن يقترب. بأي قدر قد يبدو هذا المشروع منطقيا يعني للصين؟ يعني باعتقادي لو سألت الصينيين أنفسهم سيجيبون بالإجابة كلا يعني. وهذا من يعني كثير من المحادثات والنقاشات التي جرت بيننا وبين مسؤولين صينيين ومفكرين صينيين، وكانوا دائما يقولون بأننا ليس لدينا ليس لدينا الاهتمام أو الرغبة أو القوة أو النفوذ التي تمكننا من أن نلعب دور عالمي منافس للولايات المتحدة. فهم دائما وحتى هذه اللحظة الاستراتيجية الصينية هي استراتيجية اقتصادية، طريق سلك الحرير، بناء الوصول إلى الأسواق، وهي تنطلق من نقطة أن الجانب الأمني تقوم به الولايات المتحدة، ومن أجل تأمين هذا الوصول إلى الأسواق الاقتصادية دون أن تتكلف أي عناية أمنية أو عسكرية. فلماذا تريد الصين أن تغير من يقوم بالجانب الأمني مجانا للصين من أجل أن تقوم هي بنفسها بهذا الدور؟ هذا غير وارد، ولهذا السبب الصين تركز فقط على استراتيجيتها الاقتصادية، ولكن التخوف الأمريكي من هذا الصعود هو الذي يدفع بمحاصرة الصين، والصين تنفي بالتهمة عن نفسها بأنها تأخذ أو ستأخذ دور الولايات المتحدة. شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، شكرا لوجودك معنا. شكرا لك من عمان اللواء الدكتور فايز الدويري الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن واشنطن عبر الإنترنت دوغ باندو الزميل الأول في معهد كيتو في واشنطن. شكرنا الجزيل موصول لكم مشاهدينا، حتى نلتقي بإذن الله الأسبوع المقبل وتقدير موقف جديد. إلى اللقاء.